هذيك الحكايات ولا ديك المسرحيات ديال الخلايا وتفكيك الخلايا، هذاك الشيء هذاك راه خصكم تحبسوا من داك الاستغباء وداك الضحك على دقول المغاربه. الناس راه عاقوا، المغاربه راه ما بقاوش مكلخين بحال اللي كتعرفوا. ديما اكبر خليه ارهابيه هي القبيله العلويه، هذه ما نهضروش عليها. والارهاب الحقيقي هو ارهاب الدوله، هو داك الارهاب اللي دايرين فينا. واش ملي كتدمر الديور وتريب المنازل على عباد الله وتشردهم اطفال شيوخ نساء، هذاك ماشي ارهاب؟ واش ملي كترمي عائلات تدي لهم الممتلكات ديالهم وتلوحهم على الطرقات يمشيوا للمهجر يسعاو؟ 20 مليون ديال المغاربه خارجه لاوروبا وخارجه لامريكا، هذاك ماشي ارهاب؟ واش هاد الناس هاد الشباب اللي تيموتوا في زهره العمر على شواطئ اوروبا اللحوم ديالهم فارسه لجميع انواع الحيتان والاسماك، واش هذاك ماشي ارهاب؟ انا غير بغيت نعرف اشنا هو الارهاب. هذا هو الارهاب الحقيقي. واش الارهاب هو انك تسكن في 500 قصر والناس ما لاقياش براكه فين تنعس، وانت كترمي باطنان اطنان ديال المأكولات الاثمنه ديالها اللي كتبقى بمليون ديال الاورو في النهار كترميها في الازبال والناس كتاكل من الطر والزبل؟ هذا هو الارهاب الحقيقي انا في نظري. وصحوا لي الا كنت غلط، انا ما انا باغي غير نفهم، انا باغي غير نفهم. اما تشد الناس وتعتقلهم، تعتقلهم باطل، تلفق لهم تهام مجانيه وتجلسهم على القراعي وتغتصبهم، تغتصب الراجل قدام مراته والمراه قدام راجلها، هادو في سجون، في سجون اماره المؤمنين. واش هذا ماشي ارهاب؟ كاين شي ارهاب اكثر من هذا؟ اكبر ارهاب في التاريخ غادي يبقى كوميم هو داك المجرم المقبور الديكتاتور الحسن الثاني. هذاك الشيء اللي كان كيدوز على المغاربه راس الكتب راه شاهده والتاريخ راه شاهد. هذاك الشيء اللي دوز على عباد الله في دار المقري وفي درب مولاكم الشريف وفي تازما مرت، كل شيء راه مازال وخالد كيشهد ضدكم. راه ساعتكم راه جات، راه تعياو تكذبوا على عباد الله، راه بقى الحال من المحال. هذاك الشعب راه شحال ما قمعتوا فيه، شحال ما قهرتوا فيه، واحد النهار غادي ينوض، والشعله ملي غادا تنطلق راه ما غايحبسها حتى شي واحد. الغضب راه جاي وراكم عارفين هاد الشيء. هذا لهذا بلا ما تكذبوا على عباد الله، جايبين واحد بصنداله في الميكا في رجليه مخرجين وبائس داك المسرحيات. كاين شي ارهابي لابس هكا؟ وهاد الارهابيين هادو ما عمرهم دافعوا على راسهم، ما عمرهم يعني طلقوا شي طلقه يعني تيراو في شي واحد ولا قتلوا شي بوليسي. بغينا غير نعرفوا فينا هما بعدا، اش كديروا بهم؟ فينا عمرها كانت شي محاكمه؟ عمركم حاكمتوهم؟ الاسماء ديالهم فينا هما؟ شكون هما؟ ما كاين حتى شي حاجه. كتضحكوا على عباد الله، كتضحكوا على عباد الله، نتوما مجرد تلاميذ كتعلموا، كتعلموا من هذوك اللي كيديروا داك القوالب كامله في اوروبا، كتوليو فولا ريبرودويزي شي فو. داكشي اللي كيدار هنايا كديروا عندكم نتوما، هادشي اللي كاين. دايرين بحال القروده في ديك المكانه، لا حكومه ولا ملبي، كتجيكم تعليمات كتنفذوها. داك السجون عامره بالابرياء، فين عمرو كان عندنا حنا شي ارهاب في المغرب؟ هذه غريبه، هذه شيء غريب على المجتمع المغربي وعلى وعلى على الثقافه ديالنا وعلى. ما عمرو كان عندنا هادشي ديال اصحاب اللحي وهادشي ديال اصحاب دوك افغانستان، هادشي كلشي داخل. نتوما اللي جبتوه، نتوما اللي صنعتوه باش ترهبوا به الناس، باش الناس ما يهضروش على حقكم. هذا هو، هذه هي الحقيقه ديالكم. يعني الشمس راه ما يخبيهاش الغربال، وحنا بغينا غير نعرفوا واحد القضيه، حتى لين غتبقاو غاديين في هذا الغباء ديالكم؟ ولكن نتوما دابا حصلتوا مع كورونا. كورونا هو الحليفنا، وهاد كورونا نتوما بحدكم كتجوعوا الناس، وهذا الشيء في صالح الشعب. الشعب غادي يخرج وغيجري على والديكم. وخصني انا كنادي الشعب، اول حاجه يديروا بها هي المطارات والموانئ،
يقفلوا على باباهم، ما تقلع حتى شي طياره، ما يقلع حتى شي باطو، سدوا الحدود وقبطوا داك الكلاب الضاله ونتحاسبوا معاهم. القصاص القصاص، هادشي اللي غادي نقول لكم، والسلام عليكم.